بودرة إسهال. بطني يا ابني مش قادر. ازيكم يا ملو؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، الموسم الثاني من تحدي الصناديق العشوائية من كل بلدان العالم. بما انكم طلبتم مننا كتير قوي في التعليقات الموسم الثاني، فاحنا بقى ما نقدرش نأخر لكم طلب. بس قبل ما نبدأ التحدي، خلونا نرحب بالكابتن حسن عادل، مدرب الدفاع عن النفس. ايه ده؟ هو راح فين؟ مش عارف، مش كاننا دلوقتي؟ يعني ما ينفعش، يعني احنا بنصور دلوقتي، ازاي يسيب التصوير ويمشي؟ طب هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ عندي حل. ايه؟ علشان احنا ايه ده؟ اقل حاجة عندي. ايه اللي اقل حاجة عندك؟ ايه اللي جابني هنا؟ انت ايه اللي خلاك تسيب التصوير؟ احنا شغلنا كان نبدأ دلوقتي؟ بتسيبنا تتخلينا نعمل الدخلة وتمشي؟ بيسوحنا. تمام؟ انا مش عارف الحلقات ولا يا حبيبي، انت بتسوحنا، بتخلينا نبدا وتسيبنا وتمشي. جبتوني هنا ازاي؟ ما تقومش من هنا تاني. ما تدورش ازاي يا ابني؟ جبتوني هنا انت كنت فين يا ابني؟ انا لد يا ولا انت اللي جابني هنا. بص، جيت وخلاص، ما تقومش من هنا تاني. طب الحمد لله لبست. انا كنت انا. يلا نبدا التحدي. يلا 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 بينا. امريكا يا رب يكون من نصيب اي حد فيهم، لان دايما بتكون عقاب. يلا افتح بلاي. مين هيفتح؟ هتفتح ازاي انت؟ هتفتح بقى. افتح. لا ما مش بمزاجنا بقى. خلاص افتح انت يا حسن. يلا انا لسه جاي من الحمام. مش بمزاجنا. عجلة الحظ هي اللي صحوا مروان من النوم نايم جوه، خليه يجي. اخلص. عجلة الحظ هي اللي هتحدد. عجلة الحظ هي اللي هتحدد مين اللي هيفتح. ولا انا اهو ان شاء الله. حسن ايه رايك؟ انا اعمل فوتوشوب. يلا ابدا. يلا 1 2. الحسن. يا مفروض الحسن. على فكره لا ما جاتش عليا. لا خلاص الموضوع منتهي. يعني الفكره يعني ممكن تكون حاجه حلوه جوه، ممكن حاجه بلاجة حاجه وحشه. الله اعلم. يعني بص، هي امريكا بعت لك رساله. يا امريكا في ايه؟ تقيله ولا كده ليه؟ سمي ولا واحد. ان شاء الله هكون حاجه. وسط عيني يا عم، حرام عليك. اكيد هتحلق شعرك ان شاء الله. تحلق شعرك؟ لا 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 لا، ده ممكن دي عشان احلق شعرك او احلق شعرك. لا يا حبيبي، لا انت لا. اللي لقيتها يبقى انت اللي تحلق شعرك. بس ثواني، انت مش هينفع تحلق شعرك لان البنات ما بتحلقش شعرها. ممكن جاي منها. لا مش هينفع. رد في ورقه حسن. احلق شعرك بالكامل او ادي كل الفلوس اللي معاك لزمايلك. فلوس؟ انا بحب الفلوس. يلا هات فلوس. لا يا حبيبي، فلوس ايه؟ هو انتوا جايبيني هنا ومطلعيني من الحمام مش عارف جبتني ازاي؟ فلوس ايه بقى تحلق؟ فلوس ايه بقى تحلق؟ خلاص بص، انت معاك كامل الاختيار. عمته امريكا بقول لك ايه؟ ده عصبنيش. عمته امريكا بتقول لك يا تحلق يا تدينا الفلوس. يا امريكا بقت عمتك. هي عمت بنات. خد بقى فلوس عشان انت عصبتوني. عصبتوني. خد. لا طب ما تحلق يا حسن. يا عم احلق. لا ثواني، لسه في فلوس يا عم. فلوس. فتشوا فتشوا. اهدى اهدى. هتلمسني ايه؟ لا هدومك ولا هتلمسني؟ بص مش قد التحدي اهو. متعصب اهو. عشان بص كده. يلا عشان نكمل. مش مكمل تحديات. ليه؟ ما بيلعبش مع بنات. مش مكمل تحديات. يعني ايه مش مكمل تحديات؟ انت رايح فين يا عم؟ عم على الدنيا يا عم. اوسع كده. طبعا الحمام وتاني. اوسع يا عم على الدنيا. انت رايح فين يا حبيبي؟ رايح فين يا اسطى؟ انا اسف مش لاعب معاك على فكره. انت مش قد التحدي. ما بلعبش مع بنات. انت مش قد التحدي كده. مش هاتوا يا ابني حسن. ما كانوش 800 جنيه يعني يا حسن اللي عملت عليهم الحوار؟ مش لاعب معاك. نسي دي. الحمد لله. يا ابني المفروض ان التحدي الثلاثه هنكمله ازاي؟ صح، عندك حق. طب انا جات لي فكره. ايه؟ طب وده احنا هنجيبه منين بقى دلوقتي؟ اسهل مما يمكن. ثانية واحدة. ايه اللي انت بتقوله ده يا اسطى؟ ثانية واحدة بقى. بسم الله. بقى بص، هي جت معاك حظ أول مرة، مش تيجي بقى كل مرة. ايه ده؟ ايه ده؟ الله أكبر عليك. الله يخرب بيت انت، ده جامد. أقل حاجة عندي، أحب أتكلم مع نفسي. الجمدان ده يخرب بيت. طلعنا دلوقتي هنصحيه من النوم ده ولا هنعمل ايه؟ سهلة سهلة. حسين بيبي. حسين. حسين بابا صحيح. علشان عندك تحدي. يلا يلا حبيبي. يلا عشان تعملوا ايه؟ يلا تنزل الراوند اللي بعدها. الصندوق ده. يلا عشان ايه ده؟ تحدي ايه يا عم؟ انت جايبني من النوم عشان تحدي يا عم؟ يا عم
عدينا عايز اقعد لا اقعد على حاجه اقول لك على حاجه حد ده فيه فلوس فلوس في فلوس جميل بص بص اعمل باي بقى للكاميرا يلا يلا الصندوق اللي بعده يلا علم ايه بقى ايه ده علم مصر مصر ام الدنيا انت فاهم فكره التحدي لا مش لازم ام الدنيا يا ترى مين اللي هيفتح الصندوق مين عجله الحظ هي اللي هتحدي حظ مين واحد اثنين واحد كده واحد اثنين انت اللي هتفتح الصندوق مش انت يا حسين معلش يا حبيبي انت اللي هتفتح الصندوق ها يلا نزل دي بقى انت خايف ليه يا اسطى ده مصر ربنا يستر ضم الدنيا يلا بص يا حبيبي المفروض ان اللي في الصندوق اللي هيفتح الصندوق هيكون من نصيبه ايا كان بقى عقاب او غيره تمام ايه رايك تفتح لا مش هفتح افتح يا اسطى انت متاخر ليه مش عايز تفتح يعني لا بخاف من مصر واحد اثنين ثلاثة ان شاء الله تكون حاجه قاتله ايه ده اوعى يكون اللي في بالي خلص بقى الفل طب خلي مفيش مخلي بيتحط في قرطاس ازاي مفيش غيرها يعني بيتحط في قرطاس طعميه وانا عشان طعميه بس بال دي معوقه ده ازاي مش طعميه مين اللي عمل طعميه ده بقدونس تاكل انا عشان مصري يعني بطعميه طيب المفروض احنا ممكن نعمل تيست الاول بقى لمنتج بلدنا شوف في حاجه ثانيه اصلا ولا ايه كده طب بصراحه الطعميه جامده جدا في حاجه ايه ده ممكن تبقى سندوتشات حاجة حلوة بقى عيش بالفل سندوتش طعمية وسندوتش فول اوبا انا ابدأ بالطعمية لان الطعمية بصراحة لسه واكلها وكانت جامدة قوي ده بيطرقع ايه حلو جميل صح تقطع جامد ايه يا اسطى في ايه يا شوف بنعمة ربنا في ايه حرق قوي حرق ايه ده في ايه هو جواه ايه ده اوه جواه شطان يا اسطى كل يا اسطى حرق قوي ماليش دعوه إيه نزل لك حاجه عقاب او غيره وانت انت بتاخد حرق طب انا هرمي ده مش واكل لا يا اسطى هاته مش هعرف اكله ده الجامد طب اكل ده لوحده وده لوحده مال اول لازم تاكله كله طعم حلو حرق خد يا حبيبي معلش ابلع والله حرق قوي ايه ده انت كده اكلت طعميه في شطه تاني والشطه بتاعت الطعميه فاضل فول يلا صح بسم الله حلو صح جميل ايه يا ابني اتشرب بيعطس ولا في ايه بيعطس ايه ده في ايه في ايه ده او في ايه في عشان يعطس ثواني لا قبل ما نشوف اللي جابته غلط مش هو عشان الصندوق احمر هيبقى علم تركيا انت بتهبل تركيا حمراء اللي جابته غلط مش راجل يلا طب ثواني مبدئيا انت كده مش راجل اصلا قبل ما نشوف انا هشوف واقول لك انت راجل ولا لا احنا ثلاثه مش رجال ايه ده بجد والله ده علامه استفهام ده مش علم اصلا مش علم دوله علامه استفهام ايه ده يعني ده معناه يعني ما برتاحش علامه ده معناه ان في حاجه جوه يا حلوه او وحشه لا علامه الاستفهام حمراء يعني اكيد الحاجه خطيره بس هي ماشي بص لا انا اللي هلفها هلفها والله انا اللي هلفها والله اللي هلفها يا ابني ماليش دعوه انا عايز الفها 3 2 لا 1 2 3 1 2 3 مين اوه نفس الرياكشن لما اتفرج بص افتح حبيبي ما تنسوش تعمل سبسكرايب افتح يا حبيبي كل جديد حبيبي احنا بنضيع وقت لازم افتح افتح لك لا والله ما انت فاتح بص انا هفتح انا عد 1 2 3 انت ليه ممكن يكون في تعابين ممكن يكون في حمير قصدي حسين عيب افتح في حاجه صح يا جو ما في لعبه دلاش بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم افتح لا مش عايزه يا حبيبي استنى اقرا الفتحه الاول اقرا يا سيدي بس بتجيب لي البركه وحاسس ان اللي جوه يطلع لي حاجه حلوه يا عم خلاص بقى اخلص بقى بس حاسس ان الموضوع هيبقى فيه استنى اقرا الفتحه ايه
زهقتوني خلاص عايز اشوف مش بقى والله احنا مالنا اول اللي بيفتح مش خلاص انا نشوف يا ورم والله جبت يا عم افتح هو التحت ده مش طبيعي ليه في حاجات بتختفي وحاجات بتظهر والله طب هو طلع اصلا من هنا ازاي انا فاهم افتح يا عم خلاص ده الكوتش رفع تحت ولا حاجه ما كملتش افتح خلاص دي جبتها يلا تكلمني جبني انت بتجيبني يا عم شوف كده ايه اللي موجود ايه ده في حاجه بتخرش عالم الصين ماشي ماشي الصين يعني الصين يبقى مثلا حاجه ذكيه بلد اندومي اندومي عصيان ممكن اخطبوط هو احنا هنقعد نخمن خش شوف ايه اللي موجود طب مكتوب عليها حاجه لا ما في لا مش مكتوب عليها ده حاجه حلوه دي قرصه بس انا خايف يكون فيها حاجه زي كده فعلا بغض النظر عن كل اللي موجود في الصين تجي لك قرصه لا بس قرصه شكلها مختلف خايف يكون فيها حاجه جرب ايه لو جربنا يعني فين ممكن هنخسر ايه لو جربنا غيرك هو المفروض ياكل ان شاء الله حتى يكون فيها ايه المفروض ياكل انا عايز اكل خلاص اخلص كل حلو زي ما فيش حاجه في اول حلو حلوه ليه حلوه ليه امال ايه ده ايه اللي انت عملته ده انا لما جالي سندوتش كان فيه شطه انت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي جوه كل كمان ممكن اطول ممكن مثلا يبقى في جوه مثلا كيس اندومي فيه مرق مش عاجبك بس ازاي الصين تبعت حاجه حلوه يعني ازاي يا ما ينفعش هي بلد ما ينفعش ده كل يا اسطى ده وصل للنهايه ومفيش حاجه جوه انا مستغرب انت عارف ناقصين ايه كوبايه شاي بقى معلش كل يا حبيبي حاسس ان ممكن يبقى فيه مثلا صرصار في اخر حته دي لا يا عم مفيش حاجه عايز انا مش مزعلك عايز المحظوظ ده يا اسطى كده الموضوع ممكن يبقى فيه حاجه تاني يعني ممكن الموضوع مش مختصر دور كده دي الكيسه اللي هو اكلها يعني علم استفهام وتشويق لا دور ده صندوقي صندوقي معلش لا انت حظك حلو احنا حظنا وحش احنا نجرب طب على فكره ممكن في ورقه ايه ده؟ مكتوب فيها ايه؟ 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 عايز تعرفه؟ اخلص ابلع الاول يا عم ابلع عشان نعرف ايه ابلع الاول انت كله ما فرقتش كنت تعبان؟ ابلع تعبان ايه يا حبيبي؟ مش هتحس بيه يعني ابلع بيقرقش التعبان لو كانت هيقرقش هقول لك بس بعد ما تبلع يلا هقول لك والله ابلع يا عم ابلع بقى ابلع ده مستفز بلع يلا قول بقى في ايه؟ بودرة اسهال ماشي في ايه بقى؟ بودرة اسهال احلف بالله جامد بودرة اسهال يعني ايه؟ مين الحلو اللي هينام في الحمام النهارده؟ لا 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 ما تخافوش يا محمد بص يا حبيبي بودرة اسهال ده عباره عن ان هي بتلين تلين ايه بالظبط؟ بتجيب كل اللي في مناخيرك يعني انت النهارده هتاخد غرفه في الحمام طب ده هي الفول بتبتدي بعد قد ايه؟ معرفش بيبدا بعد نص ساعه تقريبا بس انا عايز اقول لكم ان انا مش حاسس بحاجه مش حاسس بحاجه يعني بعد كل التشويق ده والصين بعتها لنا رساله يعني الصين تبعت اول ما تاكل خلاص هتحس ده لسه في معدته ده لسه في زوره مثلا هتنزل يعني. لسه المعده دلوقتي أيوة. وتخش المعده تقطع واللي انا اعرفه اصلا ان الصين كل منتجاتها بتبقى من الاخر خلاص بتجيب من الاخر عايز اقول لك ان بعد ما تقطع في المعده هتقطع في حاجات ثانيه هتقطع في ايه ثاني مش هتعرف تعمل بيبي خلاص بقى يا محمد ما تقولوش عشان ما يخافش يا محمد تقولوش ايش تقولوش انت عملت فيه احتمال تكون بودره السم مش احنا اللي عملنا فيك بودره سم فران او فراخ او سم فراخ او بط مثلا المهم انا مش عايزين نخوفه خلاص بقى سيبوا الموضوع لربنا وان شاء الله تمام انت تمام يعني انت تمام لا لا انا تمام الحمد لله يلا نكمل التحدي يا جماعه ده اكيد صندوق خلاص يعني خلاص خلاص التحدي خلاص طيب يا جماعه لو وصلتوا لحد دلوقتي معانا في الفيديو يبقى انتوا من الملوك انا طبعا بص تعالى بس تعالى نجيب الاب حسين وطبعا ما ينفعش تبقوا من الملوك الا لما تكونوا عاملين سبسكرايب ومفعلين زر الجرس وعاملين لايك للفيديو ده هو ده واهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في التحدي ده في التعليقات سلام
الحق بسرعة. ايه بطني يا ابني مش قادر. نكل ما كانتش ولا استنى بس. يا ابني الكذبه مسمى كانوا شويه بودره تسالي حسين عادي يعني. بقول لك اجي اساعدك في حاجه.